السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى تكونوا بخير الصحة والعافية والكرم. بتسلم عليك يا الخير يا الكرم، منورين ومشرفيني على قناة سبيس تي في. زي ما شايفين النهاردة طبعا ناس كتير، النهاردة هنعمل انبوكسنج المفروض. بس قبل ما نبدأ الانبوكسنج أحب أقول لكم على حاجة. طبعا ناس كتيرة جدا كانت عملت قبل كده تيست وريفيو على الوول ماونت اللي أنا بستخدمها دي، اللي هي بتودي الشاشة الفكرية في كل مكان، تقدر تنزلها فوق تقدر تطلعها تحت زي ما أنت عايز، بحيث ان الشاشه تبقى معاك فليكسبل وتروح اي مكان. اوكي، ناس كتير جدا كانت عجبت الوول مارت دي، وانا بصراحه ما بضحكش عليكم، الوول مارت دي ماركتها نورث بيو زي ما انتم شايفين دلوقتي. فانا دلوقتي بالنسبه للكمبيوتر بتاعي، ناخد بس كده لقطه سريعه. اوكي، الكمبيوتر بتاعي زي ما انتم شايفين دلوقتي المكتب صغير. اوكي، زي ما انتم شايفين المكتب بتاعي صغير شويه علشان اقدر احط له شاشتين. فانا المفروض زي ما انتم عارفين ان انا الشاشه دي المفروض كنت هبيعها. اوكي، كنت هبيع الشاشه دي، وكنت محتاج ان انا احط شاشه تانية اللي انا كنت عملت عليها تيست او ريفيو، كنت المفروض احطها على المكتب. فطبعا عشان احطها في المكتب زي ما انتم شايفين ملهاش مكان، احطها فين؟ محتاجه ترابيزه تانية؟ طبعا لا، مش هعمل كده اهو. فانا النهارده جبت حاجه بحيث ان انا اركبها في المكتب تقدر تشيل شاشتين. يلا بينا نعدي على الانبوكسنج ونعدي على البرودكت حالا دلوقتي. خلينا نسمي بالله المنتج. اولا زي ما انتم شايفين دلوقتي، بسم الله الرحمن الرحيم، هو نورث بيو، هو الحكايه ما اتغيرتش. اسم الوول ماونت بتاعتها مش هتبقى بقى وول ماونت، هي هتبقى عباره عن ماونت على الكمبيوتر ذات نفسه او على المكتب. اوكي، خليني بس اشرح لكم بسرعه. هي اولا بتاخد من شاشات من 17 بوصه لغايه 27 بوصه الناس اللي بتسال، وبعد كده اللود كاباسيتي الشاشه بتبقى حجمها دي الماكسيمم. الاثنين لازم يكونوا 6 كيلو ونص. ففي حاجه اسمها الفيسا، الفيسا دي اللي هو عباره عن الابعاد، اللي هو الدايمنشن بتاعت الشاشه من ورا، بتبقى في كده زي اربع اخرام تبقى جايه في الشاشه مخرومه اوريدي لشاشه الكمبيوتر بشكل عام. على العموم تقدروا اسيب لكم اللينك بتاعها برده على امازون، وتقدروا تشوفوا من خلال اللينك ده لو عجبكم وسعرها مناسب. خلينا بس قبل ما نفتح العلبه في حاجه تخين جدا احب اوريها لكم، مش عارف اذا كنتوا اخدت بالكم منه ولا لا. هو ده شكل الوول ماونت بعد ما يتركب. هيتركب في المكتب من هنا اهو، وبعد كده بيبقى طالع منه دراعين بيتحركوا في كل حته عاملين زي دراعات الخطاب. خلينا نفتح نشوف اولا البرودكت فيها ايه. زي اخر مره نفس الحكايه للناس اللي مش قادره تعرف ازاي يتركب ومحتاجه مثلا، فاكره ان هي حكايه عويصه، الحكايه بتبقى سهله جدا. بيقول لك الخطوات خطوه بخطوه، يقول لك مثلا تعمل كذا 1 2 3 والكلام ده كله لغايه ما تبدا تركب لغايه الاخر. اوكي، مهم جدا ده بالذات ما يترميش. المفروض هي دي اللي احنا ماشي نشوف وات ايفر مثلا سطح المكتب هيبقى قد ايه. اوكي، نقعد نوسع فيها. اوكي، وبعد كده مثلا عند المكتب شوف سمك المكتب قد ايه، وبعد كده تروح قافل عليها جامد جدا علشان البتاع الشاشات ما تتحركش، تبقاش سهله التحرك بس. اوكي، وزي ما شايفين هي عباره عن ستانلس ستيل مش بلاستيك لو اي حد فاكر يعني. ودي برضه نفس الحكايه، اكسسوارات، ودي واحده ثانيه برضه. اوكي، علشان تثبت بيها الشاشه. اوكي، نفتح نشوف الوول ماونت ذات نفسها. زي ما شايفين انا عايز اقول لكم على حاجه بسيطه جدا، ان دي تعتبر معرفش يعني، انا عندي حته الونس. ايه هو الونس ده بقى؟ يعني انا لما بتونس بحاجه صعب اغيرها. اوكي، والدليل ان انا لما جيت عملت انبوكسنج على تلفزيون ايزوس، لان هي الماركه بتاعته كانت مره عجبتني فجبت منها على طول. دي نفس الحكايه الول ماونت. احب اقول لكم على حاجه، دي تعتبر من وجهه نظري انا الخاص هي تعتبر احسن وول ماونت موجوده في الماركت كله، لان انا استخدمتها في الشاشه بتاعتي كانت روعه. اوكي، زي ما شايفين دلوقتي. اوكي، ده مش عارف تقدروا تشوفوها ولا لا، الشاشه ايه تقعد تحركها بقى بعد ما تيجي تركب الشاشه من اهو. اوكي، عندك اربع تخرام من اهو المفروض تركبهم في الشاشه، واثنين هنا واثنين هنا، اثنين فوق واثنين تحت. خلينا نركبها نعمل لها ماونت ونرجع لكم تاني. احنا زي ما شايفين دلوقتي ان احنا جينا ركبنا الرجل، مسمرناها بثلاث مسامير يعني بالظبط 6 مسامير بالظبط من تحت القعده، ما عملناش اي حاجه يعني، بجد الحكايه سهله وبسيطه جدا. وبعد كده كل اللي المفروض احنا نعمله ان احنا نركبه دلوقتي في المكتب كده اهو ماشي، وبعد ما نركبه نفضل نعمل كده لغايه ما دي تطلع فوق وتقفل على المكتب بحيث ان دي ما تتحركش. وهنركب الشاشه، هنركب شاشه واحده بس ونرجع لكم تاني. اوكي، معلش طبعا قبل ما نركب الشاشه الثانيه انا بتاسف، بس انا حبيت اوريكم حاجه بسيطه جدا. احنا دلوقتي ركبنا اللي هي القعده دي ورحنا ضربنا يعني قفلنا عليها جامد. زي ما شايفين دلوقتي نقدر نحرك البتاع في كل حته ما تتحركش، بتحرك المكتب كله لو حبيت تتحركه يعني. شوفوا اهو، عشان بس الناس يعني ما تفتكرش ان هل هي فعلا هتبقى شويه ضعيفه ولا مش ضعيفه.
باستحمالها. طبعا انا الماركه دي قلت لكم انا جربتها قبل كده. اوكي، تقدر تنزل الشاشه ترجعها ورا، جيبها يمين وشمال، حط شاشتين جنب بعض. وفي طبعا دراع تاني لثلاث شاشات، بس انا مش محتاج ثلاث شاشات، احنا هنركب دلوقتي شاشتين، هنركب شاشه واحده بس ونرجع لكم تاني. اوكي، زي ما انتم شايفين دلوقتي تمام الحمد لله تركيب الشاشه الاولانيه. بصراحه زي ما شايفين مكتب بشكل صايع جدا، بعيد عن الصياعه والشقاوه يعني وكده، هو كل حاجه بجد الدراع ده يعني براكتس فوق ما تتخيل. يعني زي ما انتم شايفين دلوقتي الشاشه بتقدمها قدام فوق وتحت، طلعها فوق نزلها كده اهو، ممكن حتى كمان تلفها، تصرف في الشاشه براحتك خالص. اكن بص يعني ايه واتيفر طبعا اي شاشه. هتقولي طبعا ازاي انت عملت الحكايه دي؟ في شاشات معينه او معرفش طبعا، اغلبيه الشاشات الموجودين في السوق بشكل عام دلوقتي لما بتيجي بتشتريها يبقى عندك زي ما انتم شايفين دلوقتي من ورا عندك اربع بسامير، 1 2 3 4، ودي الفيسا دي اسمها 100%. اوكي، علشان هي دي كنت بقول لكم عليها في بدايه الانبوكسنج. ما عندك دايمنشن معينين طبعا، انت هتيجي هنا هاجي مثلا تركب الشاشه كده اهو زي ما انتم شايفين، وبعد كده الشاشه الثانيه اروح انا كده مركبها بحيث ان هي تبقى جايه كده. وزي ما انتم شايفين دلوقتي على المكتب مش واخده مساحه تقريبا خالص. اوكي، مش واخده مساحه خالص خالص خالص، مفيش اي مساحه متاخده على المكتب. تقدر تحط 600,000 حاجه، تقدر تحط 600 شاشه، بالذات ان المكتب صغير. يعني هي دي الحلو اللي فيها ان المكتب صغير، يقدر يشيل كميه شاشات فوق ما تتخيل. وطبعا مش محتاج اقول لكم ان حتى كمان واحد ممكن يقدر في دراع موجود برده على نفس امازون برده عن نفس الشركه، بيقدر يوصل ثلاث شاشات جنب بعضيهم بحيث ان هما يبقى عندك زي ثلاث شاشات قدامك في ايمرجن جامد جدا. بس انا مش محتاج كده، هو الفور جيمنج انا كل اللي محتاجه بس يكون عندي شاشه اماميه وشاشه ثانيه بس اقدر ابص عليها عشان لما اجي اعمل لايف ستريم اقدر ارد على الناس، وفي نفس الوقت لما اجي اعمل ايديتنج يبقى عندي شاشه اساسيه للايديتنج وشاشه ثانيه اقدر اشوف فيها الفيديو بوضوح وكل حاجه. اتمنى بالفيديو ده اكون قدرت اساعدكم. هنا ممكن ناس كتير جدا تقول يا صبري ليه ما ركبتش الشاشه الثانيه؟ اقول لك لا يا معلم، كان غيرك اشطر. معلش، الفيديو ان شاء الله بتاع الشاشه الثانيه لما تيجي تركب والكمبيوتر كله يكون جاهز هيكون بيمب ماي بي سي الجزء الثاني. وكده وصلنا لنهايه الحلقه، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. مش محتاج يعني اقول لكم يعني لو سمحتوا بعد اذنك كون كرم منك لو سبت لي لايك بسيط جدا اكون شاكر افضلك. زي ما شايفين دلوقتي انا بقول لكم زي تيبس اند تريكس بحيث ان الكمبيوتر بتاعكم يكون شكله حلو، بعمل لكم انبوكسنج لحاجات اتمنى ان هي تكون مفيده. لو انت مش مشترك يا ريت تشترك، تنورني وتشرفني على قناه صبيش تي في. زي ما قلت لكم هربح لكم بطه ان شاء الله. ان شاء الله اسيبكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.